أتتقول دكتور كمال بأن هناك أسماء وجدت في هذه اللائحة كانت قد قدمت استقالتها من قبل؟ نعم. من هم؟ كان هناك مثلا مثل زبير الشهودي كان استقال ثم عاد ثم استقال. كان هناك أفراد آخرين كذلك من الجهات وليسوا من القيادات. ما الهدف من وراء هذه الخطوة؟ هي كانت إرادة أنه لوجود المجموعة في قائمة واحدة يعطي زخما أكبر للاستقالة، يعطي شرعية أكبر للاستقالة والمجموعة، يعطي معنى أكبر للتدافع والخيارات داخل الحركة، يعطي دفعة معنوية أكثر للمستقيلين، يعطي أسباب أكثر من أجل شرح هذه الاستقالة. يعني أنك تعبر عن الاستقالة بخمسة أفراد ليست كما تعبر عن الاستقالة بمئة وواحد وثلاثين شخص، 113 ثم التحقوا بهم الآخرين، ثم هناك آخرين كذلك استقال ولم يضمنوا داخل القائمة. هناك بعض من استقال أعلن عن استقالته على الفيسبوك ولكن لم ضمن هذه الاستقالة الجماعية؟ لا، بعيد عن الاستقالة الجماعية، في بعض الاستقالات الفردية التي وجدت في استقالات سابقة كذلك من نوعيات مهمة قبل بضع سنوات من شباب الحركة، في استقالات قبلها مثل واستقالة نوعية كبيرة جدا اللي هو الدكتور الأستاذ محمد جبالي رئيس الحكومة السابق، ثم جاءت بعده استقالة عبد الحميد الجلاصي، ثم يعني الاستقالات هذه كانت ضربة قوية لحركة النهضة في ذلك العام. حمادي الجبالي في العام 2014 أي استقالة تعتبر خسارة طبعا، خاصة من النوعيات الكبيرة، وأي فرد من الحركة يستقيل تعتبر خسارة حقيقية وخسارة فادحة. لست ممن يقول مثل ما يقول الكثيرون من خرج هو من خسر ولم تخسر الحركة، هو الحركة باقية وهو خرج، لا، لست ممن يقول هذا، ولكن أنا أقول أي إنسان يخرج من الحركة هو خسارة كبيرة للحركة، ولكن قدر الأحزاب والحركات هكذا تتجدد الدماء في الطريق، هناك أناس تختلف، هناك أناس تخرج، المهم من يخرج لا يخرج من المشروع ولا يخرج عن المبادئ، ما يخرج من المشروع الذي من أجله انخرط داخل الحركة، لأنه في النهاية حزب سياسي أو حركة إسلامية أو أي حركة تغييرية أخرى هي وسيلة وليست غاية، عن طريقها تصل إلى غاياتك وعن طريقها تحاول أن تنفذ برامجك، إن اختلفت معها أو إن تعارضت معها. الخروج ليست جريمة في النهاية وليس تخوين كما يقوم كثير بعض الناس ويتكلمون عن ذلك، صحيح يضعف الحركة، لا نقول أن الحركة تبقى كما كانت قبل هذه الاستقالة، ولكن على الحركة أن تتجاوز هذه المسألة وأن تمشي تذهب إلى الأمام. يقيني أن المجموعة التي استقالت بجميع درجاتها وأشخاصها، منهم من كان وزيرا، منهم من كان مسؤولا جهويا، منهم من كان مسؤولا محليا، منهم من كان نائبا أو رجلا أو امرأة في البرلمان، منهم من كان مسؤولا قطاعيا سواء كان على النساء أو على الشباب أو إلى غير ذلك، ولكن هي خسارة حقيقية، ولكن لا يجب أن تتوقف الحركة من أجل استقالات. هم سيواصلون مشروعهم على ما أعتقد عندهم مشروع من حزب.